بعد إقامة مباريات دوري أبطال أوروبا بدون جمهور وتأجيل المباريات الأخرى من دور ال16 البطولة وتأجيل كل الدوريات في أوروبا وأسيا، جاء الدور على بطولتي كأس الأمم الأوروبية وبطولة كوبا أمريكا. بعد اجتماع عن طريق الفيديو بين ممثلي اليويفا، خرج القرار بتأجيل البطولة واللي كان مقرر إقامتها في يونيو المقبل، ولكن نظرا لتفشي فيروس كورونا جاء القرار بالتأجيل. وعلى نفس السياق أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم تأجيل كأس كوبا أمريكا بسبب فيروس كورونا، وكان من المفترض إقامة هذه البطولة القارية هذا العام خلال الفترة ما بين 12 يونيو وحتى 12 يوليو في الأرجنتين وكولومبيا. وبحسب تقارير سابقة سيطرت حالة من القلق على المسؤولين في الأرجنتين إذا تنظيم كوبا أمريكا، لأن هذا يعني ضرورة فتح البلاد للجماهير من الجنسيات المختلفة وكذلك اللاعبين المحترفين في معظم الدوريات. وكانت الأرجنتين قررت بالفعل وقف استقبال أي رحلات ومنعت السفر خارج البلاد لمدة 30 يوما في إطار جهود التصدي لفيروس كورونا، علشان يستمر فيروس كورونا في ضرب كرة القدم في جميع أنحاء العالم في مقتل. وبالعودة لمصر، فالجميع يعرف أن كل البطولات والأنشطة الرياضية في مصر تم إيقافها لمدة أسبوعين والقرار قابل للمد. ممكن نشوف في القريب العاجل إلغاء بعض البطولات والدوريات محليا وعالميا في ظل تفشي المرض وظهور العديد من حالات الوفاة. كل ده مع عمر ربيع ياسين وبرنامج نمبر 1. مرحب بحضراتكم من جديد. دايما فقره الصحافه بيكون فيها كلام كتير مهم وبيكون فيها اسرار وكواليس نعرفها اكتر واكتر من مع اتنين من نجوم وكبار النقاد وكبار الصحفيين اللي موجودين في مصر. البدايه مع الكاتب الصحفي الكبير والناقد الرائد الاستاذ محمد يحيى يوسف. مرحب بيك يا فندم. اهلا بيك كابتن عمر، ودايما منور ومتالق دايما في البرنامج. يعني الصديق العزيز اللي مشهور بهاشتاج معلوماتي الاستاذ احمد عبد الباسط. مرحبا بك يا حميد. عمر مبسوط جدا انا معك اول مره، ومع يحيى طبعا، وببارك لك على البرنامج على الهواء اول مره، وربنا يوفقك يا رب ودايما متالق. ربنا يخليك. نبدا منين؟ عندنا كلام كتير مهم، لكن خلونا نبدا من الاحداث اللي بتحصل وتوقف النشاط اسبوعين والتوقعات ايه اللي هيحصل بعد ما يعدي اسبوعين ان شاء الله. انا اتوقع ان في بعد اسبوعين بالنسبه للدوري المصري ان هو في تاجيل تاني. الموضوع مش هيكون لسه، يمكن احنا بدانا متاخر موضوع الكورونا او بدانا متاخر الكشف او الحاجات بالنسبه لنا ما ظهرتش غير متاخر شويه. فطريقه علاجها هتاخد وقت شويه بالنسبه لنا، على عكس الدول الاوروبيه بره الدوريات وقفت من بدري واتعطلت الدنيا بشكل كبير والحياه بالكامل. يمكن ده هيأجل الدنيا شويه عندنا في مصر، وانا شايف ان احتمال ان يبقى في تأجيل تاني للدوري المصري. طيب يعني أنا رايك يا عباسط، يعني شايف ان الدوريات او الدوري المصري شايف ان هو في طريقه الى التأجيل مره تانية؟ شوف، هو ما ينفعش ان احنا نجزم او ان احنا انه نتناقش في الموضوع الدوري يرجع امتى والنشاط يرجع امتى. ده صعب جدا ان احنا نتنبأ بيه، لانه انت اللي بتحكم فيك فيروس مرض، يعني اللي بتحكم فيك. فهو طول ما هو تصاعدي، طول ما الدوري تنزلي، يعني صح. انه المعادله مش موزونه، لازم ان الفيروس ده لما تعمل له عمليه حصر الموضوع يقل شويه، تقدر ان انت تقول او المسؤولين هيقدروا يفكروا ان احنا نقعد على ترابيزه ونقول الدوري يرجع امتى ما يرجعش امتى. ولكن طول ما الاعداد بتزيد او انه مفيش لسه علاج للموضوع، فبالتالي كل القرارات مش هتبقى قرارات مؤسسات صغيره، يعني هتبقى قرارات دول، يعني هي اللي بتتحكم في الموضوع. والمتحكم الاول والاخير في الكره عالميا اصبح الفيروس دوت. فهو صح. في حاله حصره نقدر نقول ان احنا النشاط يرجع، ولكن باي كلام يحيى انه الدوري هيتمد كمان، لانه احنا خلاص واخدين اسبوعين، عدى منهم خلاص كام يوم. فبالتالي الفتره اللي جايه هنشوف تاجيل ان هو لازم يتمد. ولكن انا شايف ان الموضوع عدم الاستهانه بيه لازم، ده يبقى من الشعب عموما، لازم الناس تخاف على نفسها. الموضوع مش كلام ومش سهل، الناس كلها اللعيبه كلها عازله نفسها، كله في بيوته. فبالتالي الموضوع نقدر نتكلم فيه بعد الاسبوعين دول لما يخلصوا يعني. طب انا عايز انتهز وجود حضراتكم معايا طبعا اثنين من كبار الصحفيين الموجودين والنقاد الرياضيين، عايزين ناس تتفرج علينا. فاحنا لازم ننصح الناس، يعني الناس المصريه، الناس اللي بيتفرجوا علينا، نقول لهم ايه علشان خاطر احنا اكيد يعني الناس دلوقتي حضرتك عارف ان في ناس معرضه شويه للخطر او بتعرض نفسها للخطر، تقول لهم ايه للاسر، للاطفال، للولاد؟ والله يمكن الموضوع الفيروس التحذيرات بتاعته الصحيه دوليه، مش قصه بقى محليه او احنا اللي هنقول او حد غيرنا يقول، المتخصصين هم اللي بيقولوا لازم تلزم مكانك في البيت، ما تتحركش كتير، لان كل ما بتتحرك كل ما بينتشر المرض بشكل كبير جدا. كان احكي لك حكايه طريفه جدا. انا في حوالي يوم 27 فبراير كنت طالع كرئيس بعثه منتخب مصر للسباحه المعاقين في ايطاليا، ومسافه ما وصلت
ففوجئت بتليفون جاي لي من الكونسول اشرف موسى السفير بتاعنا في مصر بيقول لي ان يعني خد بالكم عشان الدنيا رئيس الوزراء النهارده اعلن ان في 153 حاله تمام مصابه بالكورونا منهم 3 توفوا وفي حوالي 125 عندنا في ميلانو و25 في المقاطعه اللي انت رايح لها. الاول ما وصلت حضرتك ده في المطار مش في حته ثانيه. فقلت له طب وبعدين طب اعمل ايه؟ قال لي مش عارف انا لسه الموضوع جاي لنا والدنيا مقلوبه والكلام ده كله فخد حذرك وبتاع. فانا رئيس بعثه ورايح ودول بس معاقين وسباحه كمان فما كانش في فرصه ان انت تتكلم، ما كانش في فرصه ان انت تعمل اي حاجه. فسكت فضلت يعني مخبي الخبر معايا عشان خاطر برضه ده ممكن ياثر على لعيبك، وكان في ذهني ان هو حاجه عاديه وهتعدي وهنلعب بالبطوله خلاص. رحنا ساعه ونص بالباص لحد المدينه اللي احنا رحناها دي، مدينه عامله زي اشبه بمارينا بس في الشتاء مقفوله بالكامل تعتبر، ما فيهاش غير حمام السباحه والاوتيل اللي احنا فيه دوت. يا دوبك طلعنا اتعشينا وطلعنا نمنا. بعد كده الصبح صحيت على تليفون مصر، انتوا كويسين؟ طب انتوا حد كلمكم؟ الخبر مش انتشر هناك. فوجئت ان هم اللي بلغوني البطوله اتلغت، الكلام ده الساعه 8 الصبح. قلت له احنا رايحين لها لان لسه يا دوبك يعني مسافه النوم بس مش اكتر اتلغت بالكامل. فبقول لك شوف الاعداد كانت ايه، انت بتتكلم في 153 حاله فيروس، فمش اللي هو الرقم الكبير يعتبر بالنسبه اللي بنشوفه دلوقتي. لسه برجعت بكلمه من يومين كونسول اشرف موسى بقول له ايه الاخبار، النشاط الرياضي مش هيرجع قريب او حاجه؟ قال لي نشاط ايه ده، احنا نشاط الحياه كلها بالكامل طبعا 21000 حاله و1400 حاله وفاه. فانت بتتكلم في اعداد رهيبه جدا جدا جدا، وده كله عشان خاطر يمكن الشعب الايطالي شعب ودول البحر المتوسط دايما شبهنا، احنا شبه بعض يعني بنتحرك ما يهمناش حاجه مفيش مشكله بننزل بنعمل. فدوت الايطاليين ما خدوهوش بالحذر الكافي زي ما خدوه الصينيين، فبالتالي الموضوع انتشر بشكل كبير، بقى اللي بينزل بيروح خلاص انتهت. يعني لك ان تتخيل اللي حصل كان في الدقهليه، حاله الوفاه اللي في الدقهليه، واحده ايطاليه جت تدفن جوزها فدفنته، انتقلت لواحده ست ثانيه المرض، الواحده الست دي توفت فابنها خلاص خد المرض منها، جاي بيعمل العزاء 300 واحد موجودين في العزاء. فانت بتتكلم في انتشار بيبقى يعني زي النار في الرماد زي ما بيقولوا عليه، حاجه صعبه جدا مش حاجه مش سهله. احنا مش متخيلينه، احنا حتى هنا في مصر قال لك هنوقف النشاط الرياضي في مصر، وبص لقينا الناس بتتدرب والناس بتعمل مباريات وديه. يا جماعه مش كده، ما هو ده مش حظر تجوال فعشان خاطر في مشكله سياسيه او حاجه او خناقه فانت بتاجل ماتشات، لا احنا بنأجل التجمعات بالكامل. فين وفين بقى عشان الناس تفهم وتعمل؟ فده لما بيوصل ده صعب. فالرياضه بقى انت شايف متخيل بتعمل ازاي؟ لا ده في الحياه البشر بقى بالكامل والكلام ده كله موضوع صعب جدا. ويا ريت كل واحد يلتزم البيت بتاعه، هو ده التعليمات اللي يعني الرئاسه بتقولها ورئاس الوزراء ووزاره الصحه. الصراحه اول مره او من المرات الكويسه جدا اللي احنا نشوف فيها الدوله والحكومه بتتصرف كما قال الكتاب. حاجه صراحه مميزه جدا، كل حاجه ممكن تتعمل هي اتعملت تمام، وده حاجه يعني كويسه جدا. كل التعزيلات اتعملت، كل الناس وقفت شغلها، واحنا يمكن من اول مره بمر بتجربه زي كده. فالدوله شايف ان كان نجاح كبير جدا الدور الثاني على المواطنين نفسهم. احمد يمكن الناس مركزه شويه او كل العالم مركز في فيروس كورونا، لكن في مصر واتحاد الكوره احنا شاغلين نفسنا شويه باللائحه وايه اللي هيحصل، ويا ترى مين هينزل انتخابات ومين مش هينزل، وبند 8 سنين بند تضارب المصالح. احمد انت انا عارف ان انت يعني شويه عندك معلومات بسم الله ما شاء الله في حته اتحاد الكوره وحته اللي بيحصل في المطبخ، فانا انا ما اعرفش عشان كده عايز اسالك وتقول لي ايه الكواليس اللي بتدور وايه السيناريو اللي هيحصل. طيب خليني اقول لك ان السيناريو اللي هيحصل قد يتعطل شويه كمان لانه فيروس كورونا هياثر عليه. هقول لك اللي بيتعمل واقول لك اللي هيحصل الفتره اللي جايه. بالنسبه لفيروس كورونا ممكن ياجل مطامع او مطامح بعض الناس ان هم يدخلوا الانتخابات الفتره اللي جايه او اللائحه يتعدل فيها، ممكن يحصل. طب اللجنه الحاليه بتفكر في ايه الفتره اللي جايه؟ اللجنه الحاليه بتفكر انه بند 8 سنين يبقى موجود في اللائحه، بتفكر انه يبقى في على منصب النائب هيتشال ال 8 سنين ولا لا يبقى موجود في اللائحه، ولكن ايوه الخلاف هنا اثر رجعي ولا لا؟ بس على اثر رجعي ولا لا، بس الخلاصه يعني ان هو مش هيبقى على اثر رجعي. يعني اثر رجعي يعني لو على اثر رجعي ما ينفعش يترشح الكابتن سيف زاهر، ما ينفعش يترشح المهندس احمد مجاهد، ما ينفعش يترشح الكابتن خالد لطيف، الكابتن عصام عبد الفتاح. الكابتن سيف زاهر والكابتن خالد لطيف عندهم اصلا بند تاني بيمنعهم بند هنروح له بند تعرض المصالح، ولكن انه المفاوضات اللي بتتم حاليا انه ما يتعملش اي حاجه باثر رجعي، لا يعني خلاص انت يحق لك الترشح. انت ابني النهارده خلاص نبني على الجديد يعني.
هيفضل الموضوع مطاط شويه لانه انت عارف المفاوضات الفتره اللي جايه هتبقى ايه شديده. بالنسبه لحاجه تانية انه بند النائب هيتعمل في اللائحه انه الترشح على النائب مباشره، ما نعملش كل سنه. ان الفتره اللي فاتت المجلس الاخير كانت الموضوع الخناقه كلها على مين نائب، مين مشي مين جه، لما كابتن شوبير دخل دكتور كرم فكانت دي الخناقه. انه البند الثالث كمان انه عدد المجلس يبقى كام. هم كان عندهم ثلاث اختيارات ما بين 11 عضو ما بين 9 اعضاء ما بين 7 اعضاء. انه الفيفا مأكد عليهم ان هو تعظيم دور المرأة، ففي ال11 لازم انت تحط 3، في ال9 لازم تحط 2 سيدات، في ال7 تحط 1. فهم استقروا على ال9 ان هم اللي يبقوا موجودين. وفي ده المقعد 9 بيكون في كم مقعد للسيدات؟ 2 هيبقى رئيس ونائب، يبقى كده 2، والاثنين للسيدات مع 5 اعضاء موجودين داخل المجلس. ده بالنسبة لل9. في كمان بند مهم جدا انه، وده مهم هيتفتح وراه يعني بنود كتير الفترة اللي جاية، لانه بعض عتاولة انتخابات اتحاد الكرة مش هيقدروا ينزلوا لبعض البنود، فهيدفعوا بأشخاص ذوي الصلة الأولى يعني أو القرابة من الصلة الأولى. فبالتالي البند اللي هقوله لك دوت إنه ما ينفعش عضو يترشح تحت 30 سنة ولا يعدي 70، ولا الرئيس ينفع تحت 40 سنة ولا يعدي 70. معايا في النقطة دي؟ إنه مش أقل من 30 العضو، مش أقل من 30، لأنه الوجوه اللي هيتم الدفع بيها أصغر من 30 بسنة، فوقف عند ال 30. يعني كان في ناس نازله اقل من 30 سنه؟ كانت في ناس هتنزل اقل من 30 سنه. فهم بيحاولوا ان هم بيشتغلوا باللائحه على الفكر الخارجي شويه من الناس اللي بتدير الانتخابات نوعا ما. طب ما ينفع طب معلش انا عارف ان انت بدون اسماء لانه اكيد مش موجهه اكيد مش هتقول لي اسماء. يعني معلش، طب دول كانت صفاتهم ايه؟ يعني رجال اعمال، ولاد رجال اعمال، ليهم شغلوا مناصب في اتحاد الكره سابقا. ماشي، شغلوا مناصب ولا حاليا؟ سابقا، خلينا سابقا، ما عادش في حاليا دلوقتي. بس مين اللي سابق اللي هو معدي اللي تحت 30 سنه اللي كان شغال في اتحاد الكوره؟ انا عمال افكر شغله فكر وبعد الهوا هوا. فده اللي بيفكروا فيه. كمان انه بند تعارض المصالح، انه يتعمل اقرار مش بند تعارض مصلحه. بند تعارض المصالح مش بيشمل الاعلام بس، بيشمل ان انا لو راجل وكيل لعيبه ما انا ينفع ان انا اتربح من عملي لو انا دخلت. ما ينفعش بند تعارض المصالح انت تبقى عضو في النادي الاهلي وتترشح عضو مجلس اداره وتترشح في اتحاد الكوره. بند تعارض المصالح مفتوح. كمان هم عايزين يفتحوا حته الترشح للانتخابات. دايما في ثلاث شروط للترشح لانتخابات اتحاد الكره. شرط اول انه تبقى عضو مجلس اداره لمده سنه على الاقل في احد انديه الجمعيه العموميه، تبقى لعيب كره ال10 مباريات على الاقل دوري القسم الاول، حكم. ودي الثلاث شروط اللي كانوا بينطبقوا على الناس اللي بتترشح. هم هيفتحوها شويه لانه انت بتترشح كل حاجه، انت كده على ما اتلغتش. انت راجل بتترشح لمجلس الشعب او لمجلس النواب في مسماه جديد، لازم يبقى انت يعني بتتمتع بالمواصفات المصريه ان انت حسن السير والسمعه، راجل اديت الخدمه العسكريه. فالشروط دي، لانه في ناس عندنا مثلا بيبقى خبير جدا في حته التسويق ولكن ما يقدرش لانه ما بينطبقش عليه لا لاعب كوره ولا حكم ولا عضو مجلس اداره. في راجل جدا شاطر في ان هو حته الدعايه مش يبقى موجود، فلازم هم عايزين يستغلوا الفكر ده، ولكن بيبقى ليه علاقه بالكوره برضه. دي ابرز الشروط اللي هم بيتكلموا فيها في اللائحه الجديده. ولكن خليني اقول لك انه هيفضلوا في حاله شد وجذب. والبند الاهم كمان هو تقليص عدد الجمعيه العموميه من 235 نادي ان هو هيوصل ل 94 نادي. ال 94 دول الناس برضه محتاجه تفهم انه ليه 94؟ لانه هم عملوا بنود جديده يعني في عجاله عشان وقت الحلقه، انه في 18 نادي دوري ممتاز، في 36 قسم تاني، ثلاث مجموعات في 12 يبقى 36، كده وصلنا 54. فاضل لهم 40 واحد. ال 40 دول هياخدوهم من ال 167 بتوع القسم الثالث. ال 167 بتوع القسم الثالث، طب انت صعدتهم ازاي؟ انه اللي قدر يوصل دورين تمهيديين في كاس مصر، اللي يعدي دور التمهيد الاول والثاني في كاس مصر، فهو عضو جمعيه عموميه. لانه الاول كان موضوع سداح مداح، انت تقدر تبقى عضو جمعيه عموميه بان انت تشترك قسم ثالث تاخد 30 نقطه، تدفع 5000 جنيه وتشترك في كاس مصر تاخد 20 نقطه، معاك 50 نقطه عضو بقيت عضو مجلس اداره في عضو جمعيه عموميه في اتحاد الكوره، راسك براس الاهلي، راسك براس الزمالك. بل بالعكس، انت اللي كنت بتتحكم تجيب مين رئيس مجلس اداره وتتحكم، لان الاصوات دي هي اللي بتتجمع وهي اللي كانت بتيجي بالليل قبل الانتخابات بيوم، ونقدر بالظبط. فبالتالي نختار مين رئيس، نختار مين نائب، نختار مين عضو. كل ده انا بأحيي اللجنه ان هي بتعمل ده عشان ده يتغربل، ولكن ده ممكن يروح في الهواء بسبب فيروس كورونا اللي منتشر. لانه الجمعيه العموميه عايزين اتحاد الكوره عايز يعمل جمعيه عموميه يوم بعد 30/6 اللي جاي، بحيث ان هو يكتفي بدعوه ال 94 عضو فقط. لانه لو عمل قبل وقبل السنه الماليه ما يقدرش يعملها بال 94، لازم يدعي 235. طب هو ليه مستني ان احنا بعد 30/6 وان هو يعمل دوت؟ طب ده ممكن ما يتعملش ليه بسبب فيروس كورونا؟ لانه ببساطه جدا لو ما اتعملش فاضل ثلاث جولات
او جولتين ل 12 مجموعه في القسم الثالث لازم يكملوهم، لانه في انديه هتصعد وانديه هتهبط، لو ما كملهمش فانت هنا ما قدرتش تعرف مين اللي معاه 30 نقطه اللي هيدخل بيهم الجامعه العموميه بجانب كاس مصر لما صعد. فاذا الناس دي اقرب حاجه هيطلعوا لمركز التحكيم والتسويه يشتكوك، فالحل البديل ان انت تمد للجنه سنه بحيث ان هم يكملوا الفتره اللي جايه بدون تعقيد. تنزل انتخابات طيب؟ لا انا ما فكرش، مع ان فوق ال 30 يعني ما فكرش. طيب استاذ محمد خلينا نتكلم بقى على الوجوه الجديده، خلينا نتكلم على الرئيس. هل حضرتك تتوقع وجوه جديده في منصب الرئيس؟ تتوقع وجوه جديده في الاعضاء؟ الدنيا تمشي ازاي؟ الناس مش عارفه والناس بتحاول تخمن. ما هو لحد دلوقتي لسه زي ما احمد كان بيقول الدنيا مش مظبوطه، مفيش ستيبل دلوقتي لحد دلوقتي. في ناس كتير بتفكر انها تنزل، في ناس كتير بتفكر ان هي تخش، في لوائح لسه على حسب اللائحه ده اللي هيبقى من حقه ينزل ولا لا. انا في الرئيس، منصب الرئيس ما اظنش ان يبقى فيه مفاجات. ثاني خلاص بتهيالي خاصه ان هو بقى، انا عرفت ان سمعت ان هو يعني استبعد حتى موضوع رئاسه الاتحاد الافريقي، فمش في دماغه حتى حاليا. فانا شايف ان هو يعني الفتره دي هيبقى التركيز كله هو هاني ابو ريده، مش مهندس هاني ابو ريده، هو هينزل رئيس اتحاد كوره. حته الاعطاء بقى دي كانت مشكله، وحته اللي كان فيها تفكير وكلام كتير. يمكن كان في كلام ان في وجوه جديده تخش قبل بند الثمان سنين ما يبقى موجود، لان كان في ناس هتبقى تم استبعادها بشكل كبير جدا زي سيف زاهر، وفي عصام عبد الفتاح، وخالد لطيف، فبالتالي انت اسماء كبيره كلها، واسماء كان واحمد مجاهد، فاسماء كان بيعتمد عليها المهندس هاني ابو ريده في طبيعه شغله. انت عارف كل واحد بتبقى كل واحد بيستريح مع حد، فبيجيبوا لان بيلاحموا بعض في الشغل. ففي ناس كانت كتير مثلا البند ده كان هيستبعدوه، فكان في الكلام ان كابتن سيف زاهر يروح الفتره دي، بيفكر ان هو كان ينزل على رئاسه انتخابات نادي الصيد. تمام، ده هيحصل حاليا بقى لحد دلوقتي لسه ما هنشوف اللائحه هتعمل ايه. هو بند الثمان سنين ده ولا حد بس في بند اللي هو تضارب المصالح او تعارض المصالح بالنسبه له كاعلامي، وان هو بقى ساعتها اللي يحدد. انا بتكلم على الحاجات الالزاميه، انا بتكلم على الالزامي الالزامي ان انت ما تنزلش الثمان سنين فخلاص. طب ممكن اسالك سؤال؟ معلش، كان الاستاذ احمد عويس معايا الاسبوع اللي فات وقال لي ان الباشمهندس هاني مش هينزل مع قائمه، هينزل لوحده والاعضاء هينزلوا لوحدهم. الكلام ده صح ولا الكلام ده غلط؟ انا ما اعرفش، انا عايز اعرف. ما قبل اللائحه حاجه وبعد اللائحه حاجه. طب لو قلنا اللائحه خلاص كله يحق كل موجود يترف. لا يبقى هيبقى في قائمه، هيبقى في قائمه على الاقل، حتى ممكن قائمه مصغره، واحنا حتى بنتكلم ان هو يبقى خمس اعضاء، فبالتالي ان هي تعتبر مصغره مش كبيره بالشكل الكبير دوت. لكن انا شايف ان هو في ناس كتير كانت ممكن نفسها تخش تاني، زي عمرو سعيد كان نفسه يخش بقى في العضويه او في نائب الرئيس في المنصب. ممكن نلاقي المهندس خالد عبد العزيز بيفكر فما تضمنش ليه لا. رجال اعمال، ممكن رجال اعمال تنزل؟ بقت صعب خلاص بقى دلوقتي، مش ما فيش رجال الاعمال اللي هم كانت زي زمان عايزين الكوره والواجهه والكلام ده كله في الفتره دي. باشمهندس حسن فريد ممكن ينزل؟ ما توقعش دلوقتي تاني. يعني ما توقعش بعد ما هو تراجع عن القصه. عامل السن هيمنعه. عامل السن. عامل السن كمان، هو نفسه شخصيا اعتذر حتى الانتخابات اللي فاتت اعتذر عن ان هو ينزل. فبالتالي كمان يعني في لو وجوه جديده هتبقى موجوده هتبقى سن صغير شويه، وما اظنش على منصب الرئيس، هيبقى في العضويه. وده حاجه كويسه ان في تغيير او في تجديد او الكلام ده كله، نخش نشوف فيه تجارب ثانيه زي ما احنا شفنا محمد فضل ظهر بشكل كويس جدا، وحسام زناتي ظهر بشكل كويس جدا في الشغل كاتحاد كوره بغض النظر عن عضو او لا يعني. فنتمنى ان احنا نبقى في تجديد، ونتمنى نبقى نشوف وجوه ممكن تكون مميزه، على الرغم ان في كان مجموعه كويسين جدا الفتره اللي فاتت. احمد انت اتكلمت وقلت ان احتمال يتمد، انت قلت بسبب الفيروس الكورونا، بسبب يعني ان بيتم دعوه 94 نادي احتمال يتمد السنه، وانا كده عديتها لحد ما اروح للاستاذ محمد، وبعد كده قلت ارجع لك تاني عشان تفهمني ازاي هتمد لهم سنه. يعني الفيفا كانت معيناهم وده مقابل فلوس بيتم دفعها مش عمل تطوعي، ازاي هيتم؟ كل عضو في اللجنه الخماسيه بياخد 5000 دولار شهريا، ولكن لم يتقاضوهم حتى الان. كل عضو الخمسه كل واحد بياخد 5000 دولار ولكن لم يتقاضوهم حتى الان. تمام، يعني بقى لهم كام شهر؟ بقى لنا دلوقتي من شهر 9. شهر 9 8 طب ليه ما خدوش فلوسهم؟ هو القرار لسه ما اتمضاش. مين اللي يمضيه؟ ما هم الفيفا اللي القرار امان يعني، بس الفلوس هتطلع يعني عادي جمعيه مش مشكله. ماشي، ولكن انه ليه بتتكلم على حته السنه وليه بنتكلم عليها؟ لانه اللجنه دي كان جايه بجدول اعمال معين، بخريطه او لازم تتنفذ. الاجنده دي بتضم اهم بندين انتوا جايين عشانهم، انتظام المسابقات المصريه، والحمد لله ده ما حصلش. الحاجه الثانيه انه الجمعيه العموميه، اللائحه الخاصه باتحاد الكره المصري يتم فلترتها، ويتم ان انت تقلل عدد الجمعيه العموميه والشروط اللي احنا اتكلمنا فيها. ما فيش حاجه من الاثنين حصلوا، فاصبح الوصي اللي انت حطيته على المكان دوت ما عملش حاجه. انت كمان جاي بتنفذ بند مهم جدا، وهو تقليص عدد الجمعيه العموميه. لو ما تعملش الدوري، لو ما تلعبش الدوري الموسم الحالي،
فالطبيعي ان انت هتدعو لجمعيه عموميه لازم تجيب ال 235 نادي، لانك خلاص الدوري ما كملش، ما تقدرش تقول للناس دي ما تجيش، ما هو انت ما تعرفش مين نزل ومين صعد. ففي الحاله دي تقدر تقول ان ده ما عادش 30 نقطه. يعني في القسم الثالث احنا عندنا 12 مجموعه، كل مجموعه بتضم من 13 ل 15 فريق ما عدا مجموعه جنوب سيناء ومطروح. لو جينا بصينا على المجموعات دي، منهم بيصعد الاوائل دايما، لما تضمهم على ال 54 نادي هم محتاجين كمان معاهم ال 12 هيتفضل منهم 28، ال 28 دول لازم ان هم يبقوا في درجه معينه في القسم الثالث. الناس دي مش معروف لسه مين هيبقى تاني مين هيبقى ثالث، لان في لهم ثلاث جولات فضل. الثلاث جولات دول لو ما تلعبوش انت ما تقدرش تمشي كلامك، ما تقدرش تقول مين يجي ومين ما يجيش خلاص. فاصبح الدعوه لجمعيه عموميه بال 94 بطله، فلازم تدعي ال 235. انت لو دعيت ال 235 قلت لهم والله انا عايز الغي منصب النائب، لا، ما هي الاغلبيه موجوده تصويت، انا عايز اعمل بند تعرض المصالح، لا، فخلاص. فاصبح ان هو يعرف يسيطر على 94 وينفذ المطلبين اللي هو جه ليهم، ولكن هو لو ال 235 مش هيقدر ينفذ فاوتوماتيك هيتم التجديد ليهم من الاتحاد الدولي. وان كانت رغبتهم المعلنه اللي بيعلنوها ان احنا مش عايزين نكمل، ولكن لا، معظم الناس هتكمل، بل بالعكس كان في بعض الاشخاص فيهم عايزين يترشحوا. هم خمسه معظم المسلمين، ما هم خمسه العدد قليل، فهم واضح ان احنا لو قلنا منهم ثلاثه يبقى معظم، يعني لو في ثلاثه بس يبقى معظم. في ناس عايزه تترشح، ده هي فيهم من يرغب ان يكون مرشحا، معروفين، او فيهم من يرغب ان يكون مديرا فنيا لاتحاد الكره، وفيهم من يرغب مديرا فنيا لاتحاد الكره. طبعا، يعني ايه مدير فني لاتحاد الكره؟ ما هو في مدير فني دلوقتي الدكتور محمود سعد، مكانه بقى. في مثلا من يرغب ان انا لو مش هبقى موجود في يعني في ناس كانت عايزه ترشح، في ناس منهم فكرت في استقالات تمهيدا للترشح الفتره اللي جايه. بس طب مش ده يمنع البند ان انا بدل ما اتعين ما ينفعش انزل؟ ده يمنع، ولكن احنا شفنا ممنوعات كتير جدا بتتكسر. بتتكسر، يعني انه مش هينفع ماتش الاهلي والزمالك يتنقل من كذا لكذا بتدخلات بالتليفون مع المكتب التنفيذي تم نقل المباراه بكذا، تم نقل وهكذا. فالحاجات دي كلها ما فيش حاجه اسمها قاعده ثابته عندنا، يعني ما فيش حاجه. بس كنت عايز اعقب عليها في موضوع انه محمد يحيى على الناس اللي هتترشح والناس اللي هتنزل. دايما في اتحاد الكوره كل وقت وليه ادان، ما تعرفش الدنيا. بس يظل وبكررها تاني، المعلمين اللي بيدوروا اللعبه موجودين، هم اللي لسه اساسيين، هم اللي لسه مسيطرين، فبالتالي بيتعاملوا مع الموقف طبقا لكل وقت. يعني انا الوقت هناك هشوف، انا ممكن انا اتمنع ان انا انزل بس لازم رجلي هو اللي يدير، ممكن انا انزل فلازم القايمه ما بتبقاش معلنه، ما بتبقاش مغلقه وانا نازل بيحيى بعمر باحمد عبد الله، لا خالص، القايمة بتبقى سرية او مش سرية، هي متفقين بينهم. ولكن مش هننسى الانتخابات بتاع جمال علام، بالظبط جمال علام بالظبط، ما دي كانت موجوده وكانت نفس القصه، وكان خلاص مهند ساري كان نازل واحمد شوبير كان نازل وكان الاثنين موجودين، مره واحده لقينا في انسحاب، مره واحده الاستاذ جمال علام رئيس اتحاد كوره. طب دلوقتي يعني ممكن يكون في ضغط شويه من رؤساء الانديه اللي انديتها هتهبط سواء في الدوري الممتاز او في الدوري الدرجه الثانيه علشان البطوله ما تتلعبش بسبب الاحداث اللي احنا فيها، ولو في نسبه ان الدوري يتلعب يضغطوا على اللجنه الخماسيه علشان خاطر ما يحصلش هبوط. اتوقع مفيش حد عنده معلومه في مصر بالكامل عن الموضوع ده لسه. انا بتكلم كله هيشوف وكله هيشوف الدوريات بره هيعملوا ايه، وهنحاول ننقل التجربه بتاعتهم لعندنا. ده الاقرب، المثال الاقرب اللي هو ممكن يتنفس. انا اتوقع ان يبقى الموسم دوت اعتبروه موسم استثنائي اكنه مش موجود، ونفس الفرقه تبقى تفضل هي اللي موجوده نفس القصه. لان الموضوع مش سهل ان انت لا تزود فرق على الدوري ثاني ولا تقلل فرق زي ما حصل قبل كده. ده بقت موضوع مش ده هيوصلنا ان اللجنه جت ما عملتش حاجه في الكامل، بالظبط. يبقى نبدا على نضافه. فانت هي هتبدا هتلعب بنفس الناس ثاني نفس القصه، يا اما هتشوف تحدد بطل دوري، وانا شايفها ان دي صعب ان مثلا نقول الاهلي بطل الدوري دلوقتي، لان مش هتبقى بالنسبه لاي حد، مفيش عداله. والا بدليل كده ما احنا نفس القصه في الدوري الانجليزي ليفربول، يعني مين ما كانش يتمنى ان كل اللي بيحصل في العالم عشان ليفربول، هم يرجعوا الدوري عشان ليفربول يفوز باللقب. بس هو في اجتماعات الاتحاد الاوروبي قالوا انه كل اتحاد اهلي ليه لايحته تدي ليفربول تدي الاهلي في مصر، ولكن اذا حدث والغاء الدوري في مصر فستلغى كل شيء، الاهلي مش هيبقى بطل، هتعتمد نتائج السنه اللي فاتت انه الاهلي والزمالك وبيراميدز والمصري هم اللي لعبوا افريقيا، هي اللي بقى كانت طب دوري الابطال شايف برضه ان هو يعني برضه هيبقى نفس مصير البطولات الاوروبيه او القرارات اللي اتخذت؟ بالظبط، هيبقى نفس، مفيش مشكله فيها. يمكن حتى دوري الابطال هو مش المشكله في فيروس كورونا قد ما المشكله ان هم خايفين من لعيبه الفرق نفسها، خاصه ان هي محترفه او الكلام ده كله، ان هي تبقى موجوده، لان العدوى بتنتشر بشكل غير عادي.
هم خايفين في افريقيا الموضوع محدود شويه، مفيش الكورونا مش منتشره، بس التنقلات ديت من بلد لبلد لبلد انت ما تضمنش ايه اللي يحصل. عشان كده الاتحاد الافريقي موقف، والاتحاد الافريقي هيشوف الدنيا الاتحاد الاوروبي بيعمل ايه وهيبتدي يمشي نفس الاجراء، لان ده هيبقى سيستم عالمي، لان دي زي ما بنقول لباء عالمي، مفيش فيها خلاص تم تصنيفه فعلا هو باء عالمي. فالحركات هنا هتبقى قليله قوي على عكس الدوريات المحليه. في كل دوري زي ما احمد كان بيقول الدوري الانجليزي يتم بحاجه، الدوري الايطالي يبقى بحاجه، ده يبقى بحاجه حسب كل واحد كم لاعب فاضل له كم ماتش، في مش عارف مين فين في فارق ولا لا، واحد في البطوله او لا، واحد محدد الهبوط والصعود من بدري ولا لا، دي كلها هتحدد على حسب كل طبيعه دوري او كل طبيعه يعني الدوله لوحدها. احمد انت قلت التسع، لو تسع اعضاء هيبقى في مقعدين للمراه. الدكتوره سحر، مين الاسم التاني اللي ممكن يبقى موجود؟ لا ده لو ينفع انها تنزل تاني، احنا بنقول اللي موجودين دلوقتي مش هينفع انهم يترشحوا مره تانية. بالنسبه للمراه الكلام يعني، هل برضه مش هتقول اسماء ولا لا؟ اقول لا لا اه ما انا بتكلم في كده ان الموضوع سهل شويه. اصل الموضوع سهل اقول على طول الاسماء في السيدات اضغط عليها على طول. لا ما انا ممكن اقول لك اسماء الناس اللي بترشح، اسماء الناس اللي بتقعد دلوقتي. لا ممكن اقول لك ممكن اقول لك انه في ناس كتلتين بيقعدوا. الطريف انه بعض الناس يعني احمد بيقعد مع يحيى وعمر عادي مفيش مشكلة خالص، ولكن أبرز الأسماء اللي قعدت مع الناس اللي أنا بقولك عليهم رئيس نادي الأسيوطي الحاج محمود الأسيوطي، الحاج محمود الشامي، الأستاذ مجدي المتناوي موجود، موجود برضو من ضمن الناس اللي معلش تاني قول لي الأستاذ محمود الأسيوطي الحاج محمود الشامي، الأستاذ مجدي المتناوي ماشي، بنتكلم في الأستاذ جمال علام وكتلة الصعيد ماشي. دول الناس اللي هيتلعب بيهم لأنه الأعضاء هتبقى قليلة. انا عندي قناعه شخصيه اذا تمت الانتخابات وكان موجود المهندس هاني ابو ريده وموجود الكابتن احمد شوبير. كابتن احمد شوبير ازاي هينزل كده عباسط واحنا قلنا في بند؟ بص ما انا بقول لك ان من هنا لهناك ماشي لسه هيحصل اعداد والدنيا ايه وكله هيتراضى وكله هيتراضى. وانا بالنسبه لي ومش والكابتن احمد شوبير زعل مني في الحته دي، ولكن بقوله تاني انه اذا اجريت الانتخابات ونفس الاشخاص دي هتدخل، فالمهندس هاني رئيس والكابتن احمد نائب. بالرغم ان الكابتن احمد شوبير قال انا هدخل رئيس وهدخل لوحدي وهعمل واسوي، ولكن دايما المعطيات هنا هتختلف في انتخابات اتحاد الكوره. عندك بيلعبوا على الاستاذ جمال علام اللي ماليه في الصعيد، الاستاذ محمود الاسيوطي حتى لو 94 نادي هيبقى فيه برضه تكتلات وصعيد وبحر. هي ما هي تكتلات انت بتيجي تحسبها 94 الموضوع يعني المفروض احنا بنفلتر يعني تعالى احسبها. انت عندك مجموعات اسوان وسوهاج والمجموعات دي كلها دي ناس اعضاء جماعه عموميه. لما تيجي تبص على 18 نادي دوري ممتاز و36 ممتاز، بال 36 دول هتلاقي فيهم مثلا 15 مع ال 40 انا كنت بكلمك فيهم هتلاقي 20 35 نجحوا يسقطوا، اللي داخل الانتخابات معاه 50 صوت نجح. قول لي الاسمين، اسمين المقعد المرأة، مين الاسمين اللي مرشحين؟ لو الدكتوره سحر هتترشح طلعها بره الموضوع لما نشوف الدنيا هتمشي في اللائحه دي عامله ازاي، ولكن دينا الرفاعي هتترشح، في صفيه عبد الدايم، في صفيه عبد الدايم هتترشح، عبد الدايم مش بتنوي ولكن بيتم الضغط عليها انها تبقى موجوده. فاعتقد انه لسه كمان هيبقى المكان ده مطمع لانه النجاح فيه سهل. ليه سهل؟ خلاص مفيش سيده في مصر تقدر تمشي في الملف ده وتنجح. هي مشيت مع مين؟ يعني انا مشيت مع هنا ابو رضا خلاص، زي انتخابات الدكتوره ديان الرفاعي كان من ضمن ما احد مكاسبها ومحدش ينكر ده ان هي كانت مع الكابتن احمد شوبير وكان ليها دعم كبير من الانديه. فاعتقد انه مقعد المراه ده ما بيبقاش بمزاجهم، بيبقى اختياري من القايمه اللي هتبقى موجوده. انا عايز اثنين على الترابيزه يقولوا نعم ولا، فانا اللي هعرف اجيب من الاثنين السيدات اللي يقولوا نعم ولا. الوقت يعني جري بسرعه جدا يا استاذ محمد، يعني بس قبل ما اختم انا عارف ان عباسط في حد بيتفرج عليه، في حد ده هو فاجئني ان هو قال انا قاعد بتفرج، فبقول له اتفرج في لندن، فمحمد تريزيجيه، فانا اتفاجئت ان هو بيتفرج، بقول له اتفرج قال لي قاعد بتفرج. اغلب اللعيبه المصريين المحترفين جايبين الرسيفر والدش المصري وعشان انا عارف انه بيتفرج اولا عشان صاحب عمر ولكن لما شافني ان انا كاتب لما شافني ان انا كاتب قال لي هتفرج. تريزيجيه مش عشان هو ناس. من احسن اللعيبه اللي جت في تاريخ مصر. تريزيجيه ظلم لانه مالوش ظهير جماهيري ولا ظهير اعلامي، وجه في زمن محمد صلاح. تريزيجيه لو هو المحترف الاول في انجلترا مع اللي بيعمله كنا كلنا هنجيب الرسيفر من اجل تريزيجيه ونقعد نتفرج عليه. فهو وبصراحه انا كوبر كان دايما كنا نقعد وانا كنت موجود معاهم، كان بالنسبه له اللاعب الاول تريزيجيه،
لانه تريزيجيه كان بيفضي الدنيا كلها لمحمد صلاح. خلاص تريزيجيه كان بيعمل مجهود كبير جدا بحيث ان هو يقدر انه طارق حامد يعملها لصلاح، فكنت عارف ان هو بيفكروا ازاي في الخطط، فتريزيجيه لاعب مهضوم حقه، بس انا واثق ان حقه هيجي له قريب. طيب احنا تحياتنا للتريزيجيه اللي بيتفرج علينا يعني، فبنحييك ونسلم عليك، وان انت مستنيينك ترجع ان شاء الله مره ثانيه علشان تنورنا. وصلنا معاكم للنهايه، للاسف الوقت عدى بسرعه جدا في موضوع السخن، وهيفضل سخن لحد ما نشوف اخرته ايه، انتخابات اتحاد الكوره واللائحه ايه اللي هيطبق فيها. بشكرك يا استاذ محمد، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معايا، شرفتونا ونورتني واستمتعت بيك جدا جدا. انا بشكرك والله، ومبسوط جدا كنت معاك انت واحمد عبد الباسط يعني، ودايما متالق ودايما عامل حاجه وحاله جديده. ربنا يخليك يا رب. عبد الباسط بشكرك شكرا جزيلا على وجودك، اكيد استمتعت بيك، واكيد طبعا مش اخر مره. لا انا اللي بتشرف ان انا ابقى موجود معاك عمر ومع يحيى، وان شاء الله ما تكونش اخر مره يعني. ان شاء الله حبيبي. بشكرك، بشكر حضراتكم، بكره ان شاء الله يوم الاربعاء يوم العميد الكابتن احمد حسن، ان شاء الله في حلقه خاصه هيكون موجود معايا نتكلم ونكمل في القضايا. فبكره في نفس الميعاد في نمبر 1 تصبحوا على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.